بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ازيكم يا سنة خمسة؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا حبايبي. النهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض ليسون 4 في يونت 3 من كتاب المعاصر. هنشرح الدرس الرابع في الوحدة الثالثة من كتاب المعاصر. وقبل ما نبدأ يا حبايبي، ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكوا كل جديد. ولو عايزين اي حاجة اكتبولي في كومنت ونبدأ على طول. بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة هنقرأ الكلمات مع بعض. كلمات الدرس الرابع عبارة عن مجموعة من الأفعال. أول حاجة هنبدأ بالأفعال، وبعد كده عندنا مجموعة تانية من الكلمات. عندنا أول فعل ينفض الغبار أو التراب، dust dusted dust dusted dust dusted. ينفض الغبار أو التراب، dust dusted dust dusted. يحيي، greet greeted greet greeted greet greeted. يدعو، invite invited invite invited. يبقى جايب لي الفعل والماضي للفعل، يعني كده present كده past كده present كده past، يعني جايب لي الفعل في المضارع والماضي، طبعا زمن الماضي البسيط. تاني، ينفض الغبار او التراب، dust dusted dust dusted. يحيي، greet greeted greet greeted. يدعو، invite invited invite invited. بعد كده يزرع، plant planted plant planted. ينتظر، wait waited wait waited. يزيل العشب الضار او الحشائش الضارة، weed weeded weed weeded. بعد كده عندنا مجموعة تانية من vocabulary، مفردات أو الكلمات. فول، محمص. roasted beans roasted beans roasted beans. بعد ذلك then then then. مشغول، busy. هنا حرف الاس بمنطقه زي زد، busy busy. بذرة، seed seed. لذلك so so. حديقة، garden garden. نقولهم تاني، repeat after me. فول، محمص. roasted beans roasted beans roasted beans. بعد ذلك then then. مشغول، busy busy. بذرة، seed seed. لذلك so so. حديقة، garden garden. بعد كده عندنا مجموعة من الأفعال المنتظمة، يعني أفعال بنضيف لها دي أو إي دي أو أي إي دي عند تحويلها لباست سيمبل لماضي بسيط. زي إيه؟ يطلي أو يدهن، paint painted paint painted. يحتاج، need needed need needed. يعد أو يحسب، count counted count counted. يطوي، fold folded fold folded. يصيح، shout shouted shout shouted. يريد، want wanted want wanted. يمشي، walk walked walk walked. يتحدث، talk talked talk talked talk talked. هنا بننطق الاي دي زي التي. يشوي، roast roasted roast roasted. نشوف الصفحة اللي بعد كده. بعد كده بقول choose the correct answer from A, B, C or D. بنختار الإجابة الصحيحة من الأربع إجابات اللي تحت كل جملة. Number one, he weeded the garden. يعني هو أزال الحشائش الضارة من الحديقة. Number two, هدى invited her sisters for lunch. يعني هدى دعت إخواتها على الغداء. Number three, my friend greeted us. يعني صديقتي حياتنا، with roasted chicken. بالفراخ المشوية. طبعا greeted us يعني حياتنا، يعني قدمت لينا. بعد كده number four, she dusted her home to be clean. يعني هي نظفت او نفضت بيتها لكي يكون نظيف. نعرفين ان dust فعل بمعنى ينظف التراب، ينفض التراب، يعني بنظف البيت من التراب او اي حاجة عايزين ننفضها يعني من التراب. تاني، she dusted her home to be clean. هي نفضت
بيتها من التراب لكي يكون نظيف. يبقى السؤال هنا كل الجمل اللي مرت علينا بتعتمد على حفظ الكلمات، وطبعا هنا الأفعال جاية في زمن الماضي. نشوف الصفحة اللي بعد كده. طبعا هنا بقول لي عندنا مجموعة من الأفعال لما بتنتهي بالنهايات الموجودة أمامنا دي يا حبايبي لما بنحولها لماضي، يعني لو الفعل اللي احنا هنحوله لماضي انتهى بأي حرف من الحروف الموجودة في أول مربع ده، يبقى في الحالة ديت هننطق الإي دي زي التي. يبقى لو الفعل منتهي بأي حرف من الحروف الموجودة في أول مربع لما نحول الفعل ده لماضي هننطق الإي دي زي التي زي كده. هنا الفعل انتهى بحرف البي، البي موجود هنا، هنقول تشوبت تشوبت، يعني بننطق الإي دي زي التي. لكن لو الفعل انتهى بالنهايات دي يبقى هننطق الإي دي زي حرف الدي. لو الفعل انتهى بالتي أو الدي يبقى هننطق الإي دي زي الأي دي. طبعا احنا شرحنا الحالة الأولى والتانية قبل كده، والنهاردة هنشرح الحالة التالتة. الحالة التالتة بتقول لو الفعل انتهى بحرف التي أو الدي أو التي إي، يبقى في الحالة دي علشان نحول الفعل لماضي هننطق الإي دي زي الأي دي. نقرأ الأفعال مع بعض. repeat after me. هنا اتشوبت اتشوبت، هلبت هلبت، كوكت كوكت، ووكت ووكت، توكت توكت، لفت لفت. طبعا هنا بقول لي اف، هنا جي اتش بنطقهم اف، جي اتش بنطقهم اف، هنقول لفت لفت، كست كست، ووشت ووشت، برشت برشت، ووتشت ووتشت. يبقى في كل الافعال دي نطقنا الاي دي زي حرف التي علشان موجود فيها النهايات اللي قلنا عليها. هنا هننطق الاي دي زي حرف الدي، كولد كلايمد، كليند لسند، بلايد استادد. بعد كده هنا هننطق طبعا الاي دي زي الاي دي، داستد. طبعا كل الافعال دي اخدناها وعارفين معناها قبل كده، بس هو مقسم الافعال. عرفني امتى ننطق الاي دي زي تي، امتى ننطق الاي دي زي دي، امتى ننطق الاي دي زي الاي دي، بيتوقف على نهايات الافعال. هنا داستد جريتد بلانتد ويتد بينتد كاونتد روستد انفايتد وونتد ويدد نيدد فولدد. يبقى لو لاحظنا هنا نطقنا الاي دي زي الاي دي علشان النهايات اللي موجودة هنا هي النهايات اللي قلنا عليها. كل الأفعال بتنتهي بتي أو دي أو تي إي. نشوف بقى الصفحة اللي بعد كده. جايب له أربع جمل وأربع صور. طبعا الجملة بتعبر عن الصورة، لازم تبقوا عارفين الجمل بتقول إيه علشان الجمل دي مهمة جدا وبتيجي في الامتحان في شكل تشوز اختر أو ريأرينج ترتيب. ممكن نلاقي جملة زي كده في الامتحان، ممكن تبقى في جملة تشوز اختر او ريأرينج ترتيب، فلازم نبقى عارفين الجملة بتقول ايه ومعناها ايه. نمبر 1 بقول لي an ant wanted a home، يعني نملة ارادت بيت. so لذلك she planted a seed، لذلك هي زرعت بذرة. تاني an ant wanted a home، يعني نملة ارادت بيت. so لذلك she planted a seed، لذلك هي زرعت بذرة. هي كده شكلها في الصورة بتزرع البذرة. بعد كده نمبر 2 she waited and waited، هي انتظرت وانتظرت لعند لما البذرة طبعا أصبحت نبات، يعني كبرت وأصبحت نبات. and weeded and weeded and weeded and weeded، يعني وأزالت الحشائش الضارة. لما البذور اللي هي زرعتها أصبحت نباتات بدأت بقى تزيل الحشائش الضارة اللي طبعا تبقى جنب النبات علشان ما تأذيش النبات. يبقى هنا she waited and waited and weeded and weeded، هي انتظرت وانتظرت وبعد كده أزالت الحشائش الضارة. كده الصورة تعبر عن الجملة. number 3 then ثم أو بعد ذلك she dusted she dusted، هي نفضت التراب. painted ودهنت البيت. and invited her sisters for lunch، ودعت إخواتها على الغداء. number 4 she greeted them، هي حياتهم
يعني قدمت ليهم يعني she greeted them with roasted beans. يعني ايه roasted beans؟ يعني الفول المحمص. she greeted them هي حياتهم with roasted beans بالفول المحمص. وبكده يا حبايبي نكون انتهينا من شرح الدرس. هسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.